مواعيد مباريات الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي التي ستقام اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، حيث تقام 3 مباريات بالجولة 14، وهي كالتالي: المباراة الأولى ضمك والباطن تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية وتذاع على قناة كيس إسبورت 3 HD السعودية الرياضية 3 HD بتعليق عبد العزيز هساوي. المباراة الثانية الهلال والتعاون تقام في تمام الساعة 6:10 بتوقيت السعودية وتذاع على قناة السعودية الرياضية HD كيس إسبورت 1 HD بتعليق عيسى الحربين. المباراة الثالثة النصر والوحدة تقام في تمام الساعة 8:10 بتوقيت السعودية وتذاع على قناة كيس إسبورت 3 HD السعودية الرياضية 3 HD بتعليق عبدالله الحربي. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.